خلونا نشوف مع بعض الأخبار اللي حصلت في محافظات الجمهورية، ونبتدي بمحافظة الأقصر واللي تم فيها فحص 23 ألف طفل ضمن مبادرة الكشف المبكر عن ضعف السمع لحديثي الولادة. وفي الدقهلية تم تنفيذ أو تنظيم معرض لتوزيع الملابس الجديدة على 250 أسرة من الأسر الأولى برعاية. أما في محافظة جنوب سيناء فتم تخصيص 20 منحة دراسية بتخفيض واصل ل 50% من جامعة الملك سلمان لأبناء المحافظة. في بني سويف تم استهداف 18,000 مواطن ضمن حملة طرق الأبواب بلدي أمانة. تفاصيل وأخبار تانية هنعرفها في سياق هذا التقرير. محافظات مصر شهدت أخبار وأحداث كتيرة. في الأقصر أعلنت الهيئة العامة للرعاية الصحية عن الانتهاء من فحص أكثر من 23 ألف طفل داخل منشأتها في الأقصر ضمن المبادرة الرئاسية للكشف المبكر عن ضعف أو فقدان السمع للأطفال حديثي الولادة. وشهدت المحافظة إقبال كبير من الأهالي لسرعة فحص أطفالهم المولودين حديثاً داخل وحدات ومراكز طب الأسرة. في بني سويف شهدت المحافظة تنفيذ فعاليات الحملة الممتدة لطرق الأبواب تحت عنوان بلدي أمانة، واللي استهدفت 18,091 من السيدات والرجال والأطفال بقرى وأحياء المحافظة. بتعمل الحملة على تعزيز النظرة الإيجابية للمستقبل وشرح دور المشروعات القومية الكبرى في تحقيق التنمية المنشودة لتحسين جودة الحياة لجميع المواطنين. في المنوفية أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي عن قطع المياه اليوم عن مدينة شبين الكوم وضواحيها كفر المصلحة وميت خاقان من الساعة 10 الصبح وحتى الساعة 2 الظهر من نفس اليوم لغسيل الشبكات وتطهير الخزانات. وأهابت الشركة بالمواطنين وأصحاب المخابز ومسؤولي الهيئات الحكومية والمستشفيات بتوفير كميات المياه المناسبة اللازمة لاستخدامها خلال هذه الفترة. في جنوب سيناء أعلنت المحافظة التوصل لاتفاق مع جامعة الملك سلمان الدولية على تخصيص 20 منحة دراسية بخصم حتى 50% من المصروفات الدراسية بعدد من كليات الجامعة بعدة مجالات مختلفة، وده في إطار الجهود المستمرة لدعم الطلاب الناجحين في الثانوية العامة من أبناء جنوب سيناء من أجل الارتقاء بالعملية التعليمية بالمحافظة. في شمال سيناء انتهت شركة مياه الشرب والصرف الصحي من إصلاح الأعطال بالخطوط الناقلة لمياه الشرب لتغذية مناطق الخدمات بمدينة العريش، حيث تمكن الفريق الفني الخاص من إصلاح الأعطال وإعادة ضخ المياه. في الدقهلية شهدت المحافظة تنظيم معرض لتوزيع الملابس الجديدة بالمجان على 250 أسرة ضمن الأسر الأولى بالرعاية من الأيتام وغير القادرين بقرية ميت جراج بمركز المنصورة. وبيأتي تنظيم المعرض لإدخال روح البهجة على الأسر الأولى بالرعاية والتخفيف عن كاهلهم.